فيما وصف بأنه الحادث الأخطر في مسلسل استهداف محافظة تعز. نجا رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي من حادث اغتيال استهدفه بينما كان يمر بسيارته في وادي القاضي الواقع شمال المدينة وأدى إلى مقتل سائقه موفق حاشد الشميري. الحادثة نجم عنها إصابة أحد المسلحين برصاصة من سلاح سائق رئيس الجامعة قبل أن يفارق الحياة، الأمر الذي سهل من عملية القبض على أحد منفذي الهجوم على رئيس الجامعة بعد سلسلة من الاعتداءات التي نفذها هؤلاء المسلحون على قيادات ومسؤولين في الجامعة على خلفية مطالب بتسديد إيجار عمارة مستأجرة كسكن لأساتذة الجامعة. الحادث استدعى اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة الذي عقد برئاسة نائب الرئيس لشؤون الطلاب الدكتور رياض العقاب. المجلس اتخذ قرارات قضت بتعليق الدراسة في كلية الجامعة إلى حين يتم إلقاء القبض على المسلحين الذين نفذوا جريمة الاعتداء على رئيسها ومرافقه وتحميل السلطة المحلية كامل المسؤولية عن حياة أعضاء مجلس الجامعة وأساتذتها والعاملين فيها. تعرض لمحاولة اغتيال آثم وهو في طريق عودته، نتج عنه إصابة رئيس الجامعة واستشهاد أحد مرافقي، ومجلس الجامعة يعني وقف إزاء هذا الحدث الجلل اللي تعرض له رمز جامعة تعز الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي ومرافقي. وعلى إثر هذه الحادثة وقف اجتمع مجلس الجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون إجراءات تضاعف الأثمان التي دفعها ويدفعها طلاب هذه الجامعة ممن حرموا من الدراسة لسنوات جراء الحرب التي شهدتها المدينة لدحر الإنقلابيين، الأمر الذي يتطلب معه تحركا سريعا من قبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للقبض على بقية المسلحين المتورطين في هذه الحادثة ووضع حد للفوضى في مدينة تعز. ثمة من يستهدف هذه المدينة ويضيق درعا بالتعافي الأمني الذي تشهده بعد إخراج معظم العناصر الإرهابية المسلحة التي عاثت في الأرض فسادا وتسببت في مقتل المئات من عناصر الجيش الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية. ما يثير المخاوف هنا هو هذا الإصرار من قبل قوى خفية ومعلومة على مواصلة جر محافظة تعز إلى الفوضى عبر سيناريو المواجهات الفاشلة بين مكوناتها العسكرية والأمنية، والذي أريد له أن يكون بديلاً عن الفشل الذي منيت به مخططات سابقة لتحييد الكتلة الوطنية الصلبة في هذه المحافظة عبر تنصيب قوة مسلحة مرتبطة بالأجندة ذاتها التي أغرقت عدن في سلسلة عمليات القتل السياسي والتفجيرات والفوضى الأمنية المتواصلة.